اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينك الرسم صلى الله عليه. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم صلى الله عليه. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم صلى الله عليه. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم صلى الله عليه. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي صلى الله عليه. وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم صلى الله عليه. حتى إذا لم تدع شهوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستلم صلى الله عليه. خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي صلى الله عليه. كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم صلى الله عليه. فخزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم صلى الله عليه. وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم صلى الله عليه. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم صلى الله عليه. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على Thank you.
Thank you.
صل وسلم وبارك عليه.